بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعال نشوف ازاي نعمل ايميوليشن للسيسكو اي بي اس سنسور فيرجن 7، وكمان نشوف الاصدار القديم اللي هو فيرجن 6. الكلام ده على الجي ان اس 3. اول خطوة هتعملها انك هتحمل الملف اللي هو اللي اسمه سيسكو، اللي هديك اللينك بتاعه، هتنزله تحطه عندك في بارتيشن الدي، تحطه في بارتيشن الدي، لازم الدي. بعد كده تقول له رايت كليك، هتقول له اكستراكت هير، وعلى ما يتفرد هو بس تسجيل ثواني. طيب كده اتفك اتفرد الملف. خلي بالك ان الملف مساحته 194 ميجا، مش مكمل 200 ميجا. بعد ما اتفك واتفرد ضغطه بقى حوالي 5 جيجا، وطبعا ما اسألنيش ازاي. المهم تعال نفتح الجي ان اس 3. لاحظ ان كل الفولدرات اللي في دي مطلوبة، يعني ما تمسحش اي حاجة تفتكر انها ملهاش لازمة. هاجي على الايديت، على البريفرنسز، هاجي على الكيميو، هاجي على الاي دي اس، وهبدا اضيف سنسور جديد. هدي له البيانات دي، هذا السنسور نيم اي بي اس 4240، وادي له الباص بتاع ديسك 1 جوه الملف اللي اتفرد ده، في الدي، في سيسكو، في جي ان اس 3، في الاي بي اس داش 7، في ديسك 1. اديله برضو المسار لديسك 2 في نفس المسار جي ان اس 3 اي بي اس داش 7 ديسك 2. الرام 1024 1 جيجا، على الانترفيس 5. الكيميو اوبشن ناخد الايه، كوبي السطر ده نعمله بيست هنا وسيف. اوكي طيب نتست كده على ده، نسحب كده اي دي اس نستارت، نسيب ده كده، يقعد اقول له كونسول. سنسور بيعمل بوت اهو. يبقى الديفولت يوزر نيم وباسورد، اليوزر نيم سيسكو والباسورد سيسكو اي بي اس 123. سنسور لوجن ده اليوزر سيسكو والباسورد سيسكو اي بي اس 123. السنسور عمل بوت خلاص ودخل. نتأكد من الفيرجن، اقول له شو فيرجن، هيقول لي ان ده سيسكو انتروجن بريفنشن سيستم فيرجن 7. تمام كده شفنا كده الايميوليشن للاي بي اس سنسور فيرجن 7. تعالى نطفي ده ونشوف الفيرجن 8 شكله ايه، الفيرجن 6 شكله ايه. في الفيرجن 6 هو عندك ملفين بس هترميهم في الدي برضه، ديسك 1 وديسك 2، دول مختلفين طبعا عن اللي هنا. اللي هنا الفولدر ده زي ما قلت لك سيبه زي ما هو. عندنا هديك ملفين تانيين اسمهم ديسك 1 وديسك 2. طبعا الناس كلها اشتغلت على الحاجات دي وعارفاها، على الفيرجن 6 بالذات وعارفين، فهنحطهم في الدي برضه او في السي. المهم ان هو على بارتيشن مباشر، يفضل يكون في الدي، ديسك 1 وديسك 2. هاجي هنا في الجي ان اس 3 نفس الكلام، بريفرنسز، كيميو، اي دي اس، كاريت واحد مثلا جديد اسميه اي بي اس 2، هارد ديسك اشاور له على الدي ديسك 1، ديسك 2 اقول له على الدي ديسك 2. الرامات 512 ماشي، انترفيس 3 ماشي، عايز تزود زود، سيب كل حاجه زي ما هي، اقول له سيف على كده، هتلاقي ايه شغال معاك. هاجي احط الاي دي اس ده، هختار بين الاي بي اس 2 او اللي هو 7 ده او 6، اقول له اي بي اس 2، احنا كده بنجرب فيرجن 6، واقول له ستارت نقدر اي بي اس. نشوفه احسن على سيكيور سيرت.
اي دي اس 2 اهو. هنا الديفولت يوزر نيم سيسكو والباسورد سيسكو اي بي اس 4215 4215 اليوزر سيسكو والباسورد سيسكو اي بي اس 4215 اصله انتر كده. السنسور خلاص عمل بوت ودخل. نتأكد ان احنا شغالين على فيرجن 6. هقول له شو فيرجن بس ما يفتح. شو فيرجن هيقول لي انا شغال على سيسكو انتروجن بريفنشن سيستم فيرجن 6. تمام كده شفنا ايميوليشن للاصدار القديم من سيسكو اي بي اس فيرجن 6، وشفنا الاصدار الجديد اللي هو المهم اللي هو فيرجن 7. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.